73. اهلا وسهلا بكم من جديد. هي بزوم 73 توماتاس موفينا 88 4 95 9 88 9. صبحيتنا موصله معكم حتىش النص نهار 10 مارس 2020. اليوم المفروض مع الاربع ونص متاع العشيه باش يتم انعقاد جلسه بحضور الصحفيين بيان سور، باش تقدم وزاره الصحه اخر التطورات بالنسبه لحالات الحالات المصابه بفيروس الكورونا والحالات المشتبه بهم زاده كيف كيف، والناس اللي خذوا منهم عينات البارح واليوم المفروض انها تطلع تحاليل اخر التطورات نواكبكم بها اول باول. ما قبل هذا خلينا نمشيوا الاخبار الساحل. اخبار الساحل في زوم 73. اخبار الساحل المره هذيا باش تهزنا للمهديه. البارح كنا شفنا حاله من الهلع في بومرديس، الناس في ديارها، الصغار ما مشتش تقرا، البلاد مسكره، ما فما حتى حد في الشارع، الاشتباه في اكثر من 37 شخص اللي يكون مصاب والا حامل للفيروس، بيان سور في انتظار ان نتاكدوا تحاليل اللازمه انها تطلع. الحاله اليوم في المهديه كيفاش؟ اكثر التفاصيل باش ناخذوها من عند السيد عبد الفتاح شقشوقويلي المهديه. عسلامه ومرحبا بك. مرحبا مدام، صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك سي عبد الفتاح. دونك بحضنا في الاستوديو مدام ريم تريكي شبيل، رئيس تحرير نجم افهم الكرونيكوز في زوم 73. حبينا نتفاهموا ساعه وحبينا نطمنوا على حاله الاهالينا اللي يسكنوا في المهديه اليوم، كيفاش الوضع في المهديه؟ والله هو على اثر الاصابه اللي صارت في متاكد منها من معتمديه منطقه النعامه بالتحديد، صار لنا شويه شكوك اللي قلت عليها، ولكن مش بالطريقه اللي قلت عليها سيدك انت، راهو قلب برشا. احنا اللي نقلناه البارح، اللي نقلناه على عين معناها على عين المكان، من في نفس البلاصه في بومرديس في المعتمديه نقلنا الحاله هذه. اي ثم شويه الخوف بطبيعه الحال من الناس هذي، معناها شيء طبيعي جدا نظرا لخطوط المرض هذايا وسرعه التفشي نتاعو والاعراض اللي هي كي ما تكونش واضحه، معناها تكون واضحه ما تظهر كان معناها في فتره بعد فتره معينه حتى 14 يوم. هذاك علاش خلي الناس انه بده يبدا الشك في روحه، هذاك وهذا طبيعي، مش في مدرسة بركه، مش في ناديه بركه، طبيعي في تونس كامله. صحيح. قلنا احنا كما قلت سيادتك انت، هي اليوم ثم نتائج تحاليل خاصه المخبريه، الناس المحيطين بالسيد هذايا وهذيك هي اللي على ضوءها ممكن نولي وقت نحدوا الاجراءات ولا العاجله ولا الاجراءات الثنائيه اللي ناخذوها في الـ في الـ في, الـ في الاتجاه هذايا. احنا امس تاكدت الاصابه نتاع زوجته، هذا طبيعي جدا على خاطر زوجته تعرف ملازمه بطبيعه الحال في الدار، دونك سي تو في نورمال، ماهيش حاجه ان شاء الله تقول ما تقلقش، ان شاء الله نحن نقولوا نعملوا اليوم نطلعوا على ريزلتا نيجاتيف نتاع الاخرين اللي كانوا معناها في التصاق تام به، خاصه الطب نتاعو الزوز اللي عدى عندهم في بريفي وطبيب والطب العينين وفي الكلينيك ما خاطر هو عدى عند الطبيب بريفي وعدى عند الطبيب العينين كيف كيف في المهديه لهنا، وعدى عند وعمل اوبراسيون في الكلينيك. هذوما ناس معناها التصقوا به بصفه مباشره برشا، فهمتني؟ هذاك اللي يخوف شوي. كيف كيف ان شاء الله الاطار الصحي يطلع على بال. احنا على ضوء النتائج التحاليل هذه وقتها نشوفوا شنو الخطوات الاخرى اللي نجموا نقدوها اللي نجموا نعملوها، معناها باش تكون في الحجم نتاع لا قدر الله. هو سي عبد الفتاح، سي عبد الفتاح، هو انتم نورمالمون البارح لجنه مجابهه الكوارث هكا واللي انت تشرف عليها قمتوا ببعض الاجراءات على خاطر الرجل هذا كيف ما قلت انت تحرك برشا معناتها في وسط المهديه، مشى المساحه خاصه في المستير، هذه المساحه خاصه ولكن في المهديه مشى لعياده طبيه، وتم في بالي تعقيم المستشفى الجهوي في بومرديس وتقريبا بعض الحاجات اللي هو معدات مسهم والا حاجات اللي معناتها هو حتى لي كابينين تاع الطب مادام كيف كيف وقاع التعقيم نتاعهم كيف. شوف هي اللي قلت لك الخوف معناها انه الفيروس هذاك ما يظهرش معناها تو سويت، الفتره اللي عداها هو 10 ايام ولا 9 ايام اللي مشاو فيهم وجاء هذاك اللي هو يخلي الناس ايه الرجل هذايا خافوا العبيد على خاطر التقل سي عبد الفتاح مشى معناتها هذاك اللي هو عاش حياته بطريقه طبيعيه، واكيد فهم برشا عبيد اللي يحتك بهم غير الناس المحيطه به في الدار اللي عندهم اتصال مباشر. افكتيفمون دونك شوف مادام احنا سوفون تحليل مش تطلع للناس اللي على الاقل هذه الحلقه الاولى اللي توقع معناها واخذ العينات نتاعهم، اخذ العين نتاعهم الحلقه الاولى محيطه به اقرب ناس ليه معناها اللي كسوا الطب نتاعو كسوا عائلته المقربه كذا، كي النتائج هذه تحلل معناها تصدر على ضوء هي يمكن معرفت معناها مدى العدوى اللي قداش معناها عدا الناس تكون معناها اذا كان بروبابيتي نتاع العدوى ممكن تنقص مادام فهمت كيفاش خاطر هو اذا كان لا قدر الله زاد ثبت فما اصابات اخرى، الناس هذوما زاد ما كانوا ما في بالهمش دونك حتى هما احتكوا بعبيد اخرين في عائلاتهم في محيطهم العائلي في محيطهم المهني.
احنا من الاجراءات اللي خديناها البارح مدام انه التقصي حول المحيط معناها على الحلقه الضيقه على الاقل دارت بزوجته كيف كيف لا مات الفارطه الكل كيف كيف معناها نفس الاجراءات اللي خديناها معه وزوجته زاد حياه طبيعيه عاشت تمشي تقضي وتخرج افكتيف مدام هذيك اليوم الخيل كل يدوروا على اللي يعملوا نعملوا في بحث التقصي وحنا نتعاملوا في ذلك مدام مع الصحه ومع المؤسسات الامنيه اللي معناها في الجهه حسب ما نظر ومع الساده المعتمدين باش ناخذوا كيف كيف الحلقه الاولى اللي معناها كانت معاهم ديراسيون ايتروات المدام نتاعو ونفس الاجراءات مش ناخذوا معناها تحاليل مخبريه ونشوفوا سي عبد الفتاح انت عندك فكره على حاله المصابين هذوما زوز اليوم تم ايوائهم في مستشفى فرحات حشيد انت تعرف اسكو معناتها هو عنده امراض مزمنه تقريبا وراجل فوق ال 65 سنه زوجته قداش عمرها عندها امراض مزمنه ولا لا حالتها تقريبا الصحيه زوجته حالته الصحيه حسب ما عندنا معطيات مدام مش مخطره شويه خاطر معناها اقل اصغر منه في العمر وما عندناش معناها افيرماسيون ولا كونفيرماسيون مريضه بحاجه لكن هو ممكن حالته تقلق شويه مدام خاطر عنده معناها امراض مزمنه عدد كبير في السن لو خاين او كبير في السن 65 سنه لو خاين يقولوا لي البارح ممكن معلومه اللي هي معناها شبه مرض انه عنده دوبل بنوموني معناها دو فوايي في الـ في الـ في الفروري نتاعو حاشاكم ان شاء الله احنا نقولوا ربي في لي بومون فوالا ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله هو في العلاج معناها بطبيعه الحال بني ادمين ياخذ في العلاج الضروري ان شاء الله نحققوا ننجزها وان شاء الله مادام احنا كيما قلت لك ديما الخطوات نجموا ناخذوها احنا الخطوات كل اللي خذيناها امس راهي ديما سيغولا كيف احنا الحاله الموجوده احنا ما نجموا ناخذوا خطوات اخرى ولا نجموا قرارات اخرى ولا نجموا ناخذوا اي حاجه الا بالانتاج التحليل هذايا حاجه برك مادام اللي تقلقنا انه خاصه الناس اللي ما تلتزمش بالحجر الصحي وهذا جوستومون انا كنت نسالك على البارح انتم ظهر لي استعملتوا القوه العامه باش تجبروا شخص على الحجر الصحي اللي هو ما حبش يلتزم بالحجر الصحي لا ما استعملناش القوة العامة مادام هذي نقلا على نائب هذي نقلا على نائب من الجهة نتاعكم سي عبد الفتاح من مهدية يقول انه استعمل القوة العامة اللي في حكاية الحجر الصحي هذي مع مواطن حابش يلتزم ممكن سي عماد الجبريلي هو تكلم لكن مش ما قصدش بها الحجر الصحي انا بدي نحكي انه سي عماد في تواصل مش الحجر الصحي معناه نشدوه مادام بالامن وندخلوه لداره بالسيف وكذا لكن نستعملوا في التأثير المعنوي على الخيان نكلموا فيهم عن طريق المصالح الامنيه مشكورين نكلموا فيهم عن طريق المعتمدين عن طريق الدرجه الجويه الصحه لو تم التاثير المعنوي واذا كان ثم زاد كيف نسقوا مع سيد وكل الجمهوريه لكن ثم اجراءات قانونيه مدام وخاصه في كثره معناها الاتصالات واذا كان ثم معناها كما قلت لك نتائج بوزيتيف واذا كان نلتجيو له الحجر بالقوه العامه واذا كان لازم نلتجيو له بالنيابه العموميه لازم نعملوه احنا نعاولوا ساعه على روح المسؤوليه نتاع الناس نعاولوا على الوطنيه نتاعهم بالحق الوطنيه تظهر في مواقف كيف هذه اذا كان الناس عبد الفتاح هو انتم اليوم انت ما تنجمش تعطينا حتى تفاصيل اخرى على شنو تنجموا تعملوا الا بعد صدور نتائج التحاليل اما انت رسالتك للناس للاهالي خاصه في بومرديس على خاطر بالحق كما نقلت زميلتي قبيله وكانت البارح إذا ما بعثتنا على عين المكان أكدت إنه فما حالة من الهلع الطبيعية راهو هم كي نقولوا هلع طبيعية. أي كي نقولوا هلع راهو مش معناتها البلاد خايضة ولا لا هلع طبيعي إحنا ناس هذا شعور إنساني طبيعي إنه كي نخافوا من مرض سورتو إذا كان العباد ماهيش فاهمة طبيعة المرض وتشوف في العالم وفي وسائل الإعلام إنه فما موت وغيره دونك طبيعي باش يخافوا دونك أنت رسالتك اليوم لأهالي المنطقة احنا نتكلم تمنوهم ان شاء الله المنطقه ما ثماش احنا عندنا امبتي فوي في النعايمه اللي هي مش في بومرديس فيل معناها كيف كيف ان شاء الله تطلع كيما قلت لك ليزيتا نيجاتيف الخيان راهم زاد كيف البلديه تحركنا على مستوى مجلس بلدي وزدنا نسقنا معاهم ثم سونسيبيليزاسيون للناس في المحلات المفتوحه للعموم في حتى في السوق في الاسواق الاسبوعيه تجنب الاختلاط ما دام هو من شانه انه يقلل برشا والحفاظ معناها الوقايه الذاتيه معناها يقعد الوعي ديما ذاتي للمواطن فوالا يقعد الوعي ما دام هذاك هو الاساس راهو هذاك هو الاساس الوعي نتاع المواطن في الوقايه الذاتيه وفي الناس اللي يعرف روحه هو معناها راهو عنده ادنى شك انه هو يجم يكون خالط ناس جاي من برا واللي هو بيدو جاي من برا ما فيها باس يجم معناها يعاوننا بالحكايه الحجر الصحي الذاتي ما دام سورتو انه يعلم زاد سي عبد الفتاح سورتو انه يعلم افكتيفمون سيرتو اللي جاي من برا سيرتو معناها ثم ناس هو المشكلة سي عبد الفتاح حتى احنا تو تجاوزنا اللي جاي من برا على خاطر احنا اليوم نحكيو على مثلا انت قبيله قلت للاطباء اللي عملوا له العمليه والا الاطباء اللي كانوا باشروا حالته هذوما اكيد في الايامات اللي فاتت خدموا زاد هما في العادي معناتها جوستومون معناتها لا قدر الله وان شاء الله هذايا ما يصيرش ولكن اذا كان ترتفع جوستومون على خاطر اذا كان الاطباء هذوما تثبت اصابتهم هما تعاملوا في الايامات اللي فاتت مع ناس اخرين معناتها مع مواطنين اخرين دونك
دونك تنجم الحلقه تزيد تتوسع لقدر الله. هذاك علاش مادام احنا بدنا نحصل مع مصالح مركزيه نتاع وزاره الصحه ومع مصالحنا الجهويه نتاع وزاره الجهويه والصحه باش معلومه ما تتخباش، دوما تجي معلومه مؤكده لازم تخرج للناس، باش كيما قلت انت لعبت كل صوره افيرتي ولعبت كل تاخذ احتياطاتها، وثم كل واحد يعرف روحه انا وطبيب يعرف روحه كذا، وماهيش حشمه هي مادام هي فريتوس مرض وفيروس معناها مش مخطر، معناها مش مثير، معناها واحد بالنسبه نتاع الناس الخطوره نتاعو في الانتشار نتاعو في سرعه الانتشار. يرحم والديك ولا الخطوره نتاعو في سرعه الانتشار، وانك ما تفيقش به ساعات كي تبدا بورتور فيروس تنجم تقعد معناها مده ما تفيقش به، هذيك هي الخطوره نتاعو وهذيك هو اللي قلق فيه. اما سينو فيروس معناها وبغريب معناها كوم الغريب الكل اللي هو ممكن تود مورتاليتي نتاعو اقل برشا من امراض اخرين. سؤالي ليك سي عبد الفتاح والاخرين هذايا نحكيو على الاجراءات نتاعكم انتوما كولايه المهديه، اكيد راكم معناها في جلسات مختلفه ومتعدده، احنا اليوم نلقاو المصابين ولا المشتبه في اصابتهم الكل يجيبوهم الفرحات حشيد، نحن نعرفوا اللي فما مستشفى جامعي كبير اسمه طاهر صفر في جهه المهديه، دونك جهزتوش والا شنو هي مدى الجاهزيه نتاع مستشفى فرحات حشيد في طاهر صفر في المهديه لاستقبال الحالات المشتبه فيها والا لا قدر الله اذا كان فما اصابات؟ عندنا مدام الحاجه سهل معناها نتاع عزل صحي اللي هي موجوده متوفره في بوكي بي وجهازنا خاصه زاد كيف كيف الخيان ما تعرف زاد المراهق قبل كل شيء خاصه الخيان في الصحه اللي هما جاهزين معناها وقابلين معناها. لكن سؤال سي عبد الفتاح، اذا كان فما قاعد عزل صحي في المستشفى علاش تم ايواء الحاله الثانيه هذه في مستشفى فرحات حشيد؟ لا هو العلاج ما دام يصيرش هنا في المدينه العلاج يصير في مستشفى فرحات حشيد، معناتها اللي تثبت اصابته يتعالج في فرحات حشيد، ولكن اللي يشتبه فيهم هما يقعدوا في طاهر صفر. يبقى عزلهم في الماديه بطبيعه الحال، فوالا هذاك هو هذاك هو مدام. والمستلزم خليت ازمه مدام كما قلت لك ازمه نتابعوا فيها معناها مضايقه جدا بمدير جهوي الصحه اقليم الحرس اقليم الشرطه والحمايه المدنيه والمختصه نتابعوا في الاخبار معناها اول باول ونحاولوا مدام اذا كان ثم حاجه بطبيعه الحال نقولوا للعموم في وقتها، وثاني حاجه كان ثم حاجه استدعي انه تدخلوا ادارات معنا جهويه اخرى وندخلوا معنا كل من عنده معناها علاقه بقريب بعيد من الموضوع هذا ولا قدر الله نجموا نسحقوه، احنا ما نخبيوش المعلومه لازم نقولوها ولازم ناخذ الاجراءات في يدينا مدام، ان شاء الله ربي يستر بينا وربي يستر ان شاء الله. امين. شكرا لك سي عبد الفتاح شق شوق ويلي المهديه، تحيه ليك وتحيه لاهالينا في المهديه الكل، دونك ردوا بالنا على رواحنا هذايا المهم ونقصوا شويه من الاختلاط في الاماكن العموميه في البلايص اللي نجموا نكونوا نمشوا لها كل يوم، والاكيد ان نتوخاو الحذر ريم. هذه الوعي الذاتي اللي كنا نحكيوا عليه قبيله ما سنوش الدوله باش تفهمنا انه احنا لازمنا ناخذوا بعض الاحتياطات الذاتيه اللي هي تنجم تنقذنا احنا. اخر حاجه انه العشيه اذا كان لا قدر لا يتم الكشف على عدد اصابات جديده، راهو المحيط نتاع الراجل هذايا بالناس اللي خالطته معناتها الاطباء الاطار الشبه الطبي في الكلينيك المرضى اللي مشاو زاده فوالا، دونك العباد الكل ترد بالها، واذا كان لا قدر لا ثبت معناتها اصابات جديده زاده ان شاء الله في المهديه ياخذوا الاحتياطات الضروريه في مستشفى طاهر صفر ان شاء الله. العشرة 49 دقيقه تقعدوا معنا مواصلين حتى شنص نهار، مازلنا مواصلين معاكم في زوم 73.